مثل ما شفتوا اصدقاء وحبايبي شلونكم، شو اخباركم؟ معكم مصطفى من المانيا، برلين فروم انسايد جيرماني. طبعا اليوم الحلقه مالتنا راح تكون على شتراسن بان. شتراسن بان يعني هذا هذا هو عباره عن قطار يمشي بنص الشارع مثل ما تشوفون. هاي السكه الحديديه مالته تكون بنص الشارع، صورت لكم اياها استوني وراح اطلع بيه وراح اصور تصوير اكثر ان شاء الله. هاي المحطه تكون مالته محطه تصير بنص الشارع، بالضبط بنص الشارع، يعني هذاك السايد مال الشارع هذا السايد الثاني، وهي تكون المحطه هنا بنص الشارع بالضبط، يعني شيء يمكن ما حد شايفه من قبل. حتى عبرة الشارع صار شيء شويه صعوبه، بس هو اكو اشارات بالشارع، يعني حتى السيارات توقف وتنتظرك تعرف راح تعبر للشارع. طبعا مثل ما تشوفون اسم المحطه هنا مكتوب، واكو كلش هوايه يعني من هاي اشتراسن بانات بالمانيا وبرلين، كلش هوايه، لان هاي هي صنعت قبل من عهد من الوقت مال الحرب ولا ما ذلك. طبعا هنا مثل ما تشوفون مكتوب اسم القطارات الموجوده او خريطه مالتهن وين تروح وين تجي ولا ما ذلك. هنا هاي السطله مال الزباله، وهنا اكو مكانها ما تقعدون به الناس مثل ما تشوفون. وعندكم هاي الزباله مالت هنا موجوده، هنا الاشاره مال القطار شو تيجي. طبعا هنا ماكو شاشه مات مثل القطارات اللي صورت لكم قبل، المكتوب بيها شو تجي القطار شو يروح ولا ما ذلك، لان هاي بنص الشارع، يعني اكو مكانات بيها بس هذا هسه انا بي حاليا ما بي، وانما موجوده هاي الخريطه هنا مثل ما تشوفون موجود بيها الاوقات اللي يجي بيها. مثلا الساعه احنا عندنا 11:10 مثلا، فهنا أنا مكتوب الساعه 11:09 راح يجي، يعني راح يجي مره ثانيه 11:29 مثلا، ورقم القطار واسمه واتجاهه. هنا هم عندك هاي الصرح حديده، هاي للمعوقين حتى يحطوها بين القطار وبين الارض حتى يعبر عليها الشخص. اي والسكه مالته تصير هنا بنص الشارع. طبعا هو هذا موجود من عند مثل ما قلت لكم بالمانيا كلش هواي، لان هذا يعني انصنع من وقت الحرب من قبل، هذا كان موجود عبارة عن خشب شكله صاير، وهو اسمه شتراسن بان، يعني البان يعني هو القطار، شتراس يعني الشارع، فهو اسمه هذا قطار الشارع يعني خلينا نقول. طبعا بداخله ما راح اقدر اصور شويه، بس ما راح اقدر احكي يمكن اصور الناس القاعده لان ممنوع هالشي شويه مشكله. فهو هما يكون بسماعات او تلفظ اسم المحطة. طبعا هذا يعني بكل قطار موجود بالمانيا، ان كان قطار ارضي ان كان تحت الارض ان كان فوق جسر او كذا، كل هاي تكون نفس الشيء، اللي هي يكون بيها عبارة عن سماعة، وهاي السماعة تكون تحكي اسم المحطة اللاحقة والسابقة. وهمات اكو بيهن شاشات يكونن، والشاشه يكون مكتوب بها اسم المحطه الجايه او اللي راحت مثلا، او يعني ما يرد لها شيء. همات اكو بيها خريطات يصير بداخل القطار، مثلا خريطه الفلانيه مال اسم القطار وين يروح وين يجي. مثلا اكو بيهن همات ماكينه مال التيكت، تقدر تشتري انت بالقطار التيكت، يعني همات يصير. بس هو راح يتاخر يمكن شويه، فانا راح افتر بالشارع واسولف وياكم على ما يجي اشوفه، يعني اركض لان احنا مثل ما قلت لكم الحياه هنا أنا بالمانيا خاصه برلين بس ركض، لانه القطارات كلها تجي على المواعيد، فلازم الواحد يركض ركض يلا يلحق يوصل للمكان اللي يريده. كلها ركض هنا الحياه صايره. شوفوا اصور لكم هذا سوبر ماركت ضخم سنتر، فهاي الشغلات حلوة حاطيها برا. المهم فراح احاول اصعد بيه الشتراسن بان هذا اللي هو القطار فوق الارض، او نشوف وين راح ياخذنا. اذا خليكم ويانا. طبعا هاي الاشارة هنا الحمراء مثل ما تشوفوها هسه مال الشارع، عبرة الشارع حمراء، ننتظر لما تصير خضراء يلا نقدر نعبر. إذا عبرنا مثلا هي وحمرة، هسه صارت خضرة نقدر نعبر، إذا هي وحمرة وعبرنا ف
شافونا الشرطة أو أي واحد شافنا يخابر الشرطة أو كذا، فنتغرم غرامة مالية يعني ماديا ما أدري إيش قد، بس أكو غرامة تصير، فيعني الواحد ما يسوي هالشي. شوف حتى هاي المرة ما تعبر من البايسيكل، تنتظر الإشارة يلا تعبر. طبعا بالعادة ماكو شي إشارات مال المرور مثل هاي اللي هنا موجودة، بس هاي احتياطية يخلوها بسرعة لأنه أكو الشارع ببناء دا يصير أو كذا، فيخلون هاي الإشارة، وإنما هي الإشارات تصير مثل هاي يعني هتش إشارة مثل كل إشارات العالم، بس هاي الإشارة هتش جاية يعني شي مو صحيح. مرة عامية مدري إيش بيها ما شافت الإشارة خضراء صار نص ساعة. اي وبعدين وراها ان شاء الله راح اصور لكم همات حلقة للباص، هم الى حلقة خاصة شي كلش حلو. شوف مثل ما تشوفون هالخريطة مال برلين مثلا مال الترامات، هذا الترام يعني هو اللي يمشي فوق الشارع. شوف ايش قد اكو من عند كوما كوما كوما، بس احنا هاي الاشارة الحمراء يقول لك احنا هنا مثلا، وهو يستمر بكل برلين. بس اكيد مو بس هذا، يعني هسه اكو مثلا 50 ام 1 ام 2 ام 4 65 ما اعرف ايش ما اعرف ايش، اسماء هوايه يعني مالتهن وارقام، ومو بس واحد. وهذا هسه اجى راح نطلع بيه، بس انا ما ادري هذا الاتجاه مالتي او لا، بس راح اطلع بيه حتى اصور لكم يعني على موتكم ايش اسوي. تمام حبايب خليكم ويانا. مثل ما تشوفون هذه الجهة مال السائق مثلا، هنا عندك شاشة، هاي الشاشة تعرض لك مثلا اسم المحطة وإلى ما ذلك. هنا هم عندك شغلات مال طوارئ إذا تصير أو كذا، هو يمشي بنص الشارع وخطر كلش، يعني لازم واحد يحب يلزم ايده باي مكان هنا مثلا او كذا، وهو يمشي يعني هو يمشي بنص الشارع، يعني يمشي بنص الشارع كما تشوفون. طبعا هذا الراس الثاني مالته، هو لسه ما صعد هنا السائق، وانما صعد بالراس الثاني. هاي نعمة مال طوارئ، إذا صار شي تقدر تسحبها. شوفوا هذا يمشي بالشارع يعني نص الشارع، يلا خليكم يعني. طبعا بهاي الشغلات الصفراء اللي هي تقدر تلزم بيها بايدك مثلا، عندك هنا همات هاي اليسرى من فوق، الشغلات اللي متعلقه تقدر همات تعلق بيها ايدك تلزم، الا اذا يعني صارت مشكله بالقطار او راح اليمين او يسار ولا ما ذلك. اي عندك هنا همات الماكينه تدخل بيها مثلا التكت، هناك همات الماكينه الثانيه اللي تشتري منها التكت. بس احنا راح ننزل ونطلع بالجهه الثانيه لان ابتعدنا، نضغط على هاي طلع على اليمين الشارع مثل ما تشوفوا شارع، هذا هاي هنا همات مكتوب هواي شغلات، هاي علامته هو السير الترام، علامه كلش حلوه. هذا ياسر طلع على نص الشارع،
طبعا اكو بنات صعدات وياي الطريق كله من ما بديت لحد الان ضحكن، فصعدت صعدن وياي، نزلت نزلن وياي. والله هالشغلة هاي غريبة عجيبة. المهم الصراحة نحاول نطلع بالباص ونروح الى مكان ثاني. اذا حبايب اتمنى عجبتكم الحلقة مالت اليوم. طبعا هالحلقة كانت عن الشتراسنبان اللي هو الترام، القطار اللي يصير فوق الشارع اللي يمشي. صوت لكم اياه وصعدت بيه وان شاء الله عجبكم، وانتظروا الحلقات اللاحقة ان شاء الله، ولا تنسوا التعليقات واعطائنا رأيكم بالفيديو والفيديوهات السابقة واللاحقة. مع السلامة، كان معكم مصطفى من ألمانيا برلين from inside Germany. مع السلامة.